وفي لبنان تسببت الخلافات بين الساسة في مدينة طرابلس إلى ازدياد التوتر فيها ووقوعها فريسة للاقتتال الطائفي الذي أوقع خلال الأيام الماضية عشرات القتلى والجرحى. هذه الخلافات يرى الكثير من المراقبين عملت على تقريب نيران الأزمة السورية من عاصمة الشمال في لبنان، لا سيما مع تهديد عدد من رجال الدين بجلب المسلحين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا إلى الأراضي اللبنانية. جولة جديدة من العنف تهز شوارع عاصمة الشمال طرابلس، جولة تشبه سابقاتها بالشكل والمضمون، وتختلف عنهم بأنها فاجأت الدولة اللبنانية التي ظنت أن الخطة الأمنية التي وضعتها هي خشبة الخلاص لمدينة يعيش سكانها يوميا هاجس الحرب ومعاناتها. لم تهدأ محاور طرابلس خلال أيام مضت، قذائف الهاون والصواريخ أجبرت عدد كبير من السكان على النزوح إلى مناطق قريبة، والبعض الآخر فضل ملازمة المنزل بسبب عمليات القنص المتواصلة. يعني أن الأحداث في طرابلس هي نتيجة عجز القيادة السياسية وعجز السلطة عن فرض هيبتها نتيجة التدخل وإقحام طرابلس في أتون الصراع السوري منذ بداية الأحداث، خاصة توظيفها ضمن السلفية التكفيرية، و بشكل خاص أنها تحمل شيئا مزمنا من الحرمان ويؤمن البيئة الصالحة لقيام المسلحين تحت عنوان الإيجار أو الاستثمار السياسي الذي يمارسه قيادة طرابلس. إذن تحولت طرابلس إلى صندوق بريد يصفي فيها البعض حساباتهم وترسل عبرها الرسائل السياسية التي تتزامن دائما مع الاستحقاقات التي يحققها الجيش السوري على الأرض. يعني نحن نعرف أن تيار المستقبل قد غاب عن الساحة الطرابلسية كما غاب عن بقية الساحات. هناك زعامات طامحة مثل مدير اللواء أشرف ريفي، مثل المشايخ السلفيين الرافعي وغيره، هناك تنافس مع رئيس الحكومة ميقاتي، وهناك بعض الشخصيات الطامحة الأخرى. هذا التنازع بين هذه التيارات السياسية لتقول أن طرابلس لي بعد خسارة صيدا، بعد تصفية ظاهرة أحمد الأسير، وبعد أن التناقض والخلاف بين تيار المستقبل ومفتي الجمهورية اللبنانية المفتي قباني، ضاعت القيادة السياسية ولم يتبقى إلا طرابلس، والكل يريد أن يبيع طرابلس ليقبض ثمنها في السياسة، وهذا ما ستدفع ثمنه طرابلس، ودفعت طوال سنتين ويمكن أن تدفع أكثر بعدما هدد الرافعي بأن يستعين بداعش والنصرة، وبالتالي يخرج طرابلس من إشكالياتها اللبنانية ليقحمها في الإطار الإقليمي التكفيري. أما بالنسبة للتصريحات السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية التي رافقت الأحداث لحظة بلحظة، فهي لم تتجاوز التمديد وبقيت الخطة الأمنية مشرعة للهواء. في طرابلس لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص ولا كلام إلا لقادة المحاور، أما السلطة اللبنانية فتكتفي بعد الجولات وإحصاء القتلى. جنان شحادة، قناة الكوت، بيروت.